السلام عليكم، نرجع الآن معكم ونتكلم عن how to model heterogeneous system أو بنسميه hybrid system اللي هو system الهجين. الآن modeling, different modeling is needed to describe all of these different phenomena together to account for complexity of the interconnected system on such a scale. عادة احنا كمهندسين كهرباء أو كمهندسين أنظمة ذكية أو كمهندسين بنحب نشتغل على الموديل. الموديل إيش بعطينا؟ بعطينا ميزة إنه أنا بقدر أعمل سيميليشن، بقدر أعمل أحاول different scenario بدون ما أواجهها على أرض الواقع أو قبل ما أواجهها على أرض الواقع. هذا بتعطيني شوية يعني maneuverability إنه أنا أبقى جاهز لأي ظروف معينة. الآن في مشروع كان قبل مشترك بين الدنمارك وأمريكا وبتمويل أوروبي اللي هو بسموه الايرون باكس بروجكت was used to connect and control the electrical load of few large cooling factory in order to make these large loads more intelligent. يعني ايش بيسووا هذه المصانع الموجودة؟ بده المكيفات كلها ما تشتغلش مع بعض بحيث ما تحطش ضغط كبير على الشبكة، فبدهم إياها بطرق مختلفة. هاي الانتليجنس واز ان ذات لودز وود كوردينيت امونج ذيم سيلف از نوت تو سويتش اون ات ذا سيم تايم اند ذات وود رياكت تو بريزنت تايم الكتريسيتي برايسز. يعني هذا بدوش اياهم كلهم يشتغلوا في نفس الوقت، لانه لما يشتغلوا في نفس الوقت ممكن بتشوفوها انتم لما يكون في ضغط على الشبكه في الصيف او في الشتاء، يعني تلاقي اول ما تيجي يرفعوا السكينه تبعت المنطقه تبعتكم على طول بتضلها تنزل، كل ما بيرفعها بتنزل لانه ايش الكل مشغل كل شيء عنده في هذا الوقت، فهذا بحط ضغط كبير على الشبكه. الان هذا السمارت بوكس بدي يسوي انه مش كل المناطق او الكل بدي يشغل في نفس الوقت، يعني بدي يخلي شويه ديلي في هذا المجال بين منطقه والثانيه ويعمل شوية load shifting. Inside the intelligent box was a CPU and a communication model. الآن في العالم اللي نتكلم عليه الآن هذا صار obsolete. ليش؟ احنا بنتكلم على cloud computing، بنتكلم على cloud storage، بنتكلم على انك بتقدر تعمل كل اشي on the cloud في هذا المجال، بس ما زلنا بنحتاج لإيش؟ للmodeling. الآن لما أتكلم على heterogeneous or hybrid system, software agent used a model for building is to look into the future in order to perform predictive control. يعني عادة احنا ايش بنقول؟ بقول بدنا برمجيات تطلع على المستقبل، سواء موديل تعمل موديل للبيلدينج، تعمل موديل للمصانع، تعمل موديلينج للمنطقة، بحيث انه انا اقدر اتحكم، يعني اقدر اتوقع كيف التحكم تبعي بده يكون في المستقبل. الان بنتكلم على scalability and stability risk and their margins. يعني scalability يعني بقدر اصغره او اكبر في هذا المجال. الستابيليتي بتكلم على كيف الشبكة تظلها ثابتة من ناحية الجهد ومن ناحية التردد. الآن قديش المارجن الموجود عندي في هذا المجال؟ عادة الـ people are uncertain systems، يعني الناس صعبة انت تتنبأ بالبيهيفير تبعهم، وهذا بيعمل مشاكل كبيرة. يعني بتذكر في دكتور من اللي درسوني ايام ما درسنا مادة النون لينير كنترول، كان عمره تقريبا فوق 80 سنة ايامها، فكان بقول لي في خمسينات القرن الماضي اعطتنا الحكومة فلوس لنعمل modeling للبيهيفير of the system و try to control the behavioral system. قال بعد 10 سنين وصلنا لنتيجة انه it's very hard to model the behavior تبع ال people، especially في لما تكون uncertainty في السيستم، في حاجة بتتعلموها لاحقا في الكنترول بنسميها nominal وال unnominal او nominal part والuncertainty part في السيستم. لما تكون uncertainty part أعلى من النامنال part، في عندي مشكلة في كيف أشتغل ككنترول engineering. Empowering and informing user have direct impact on their behavior. يعني أنا عادة
ايش امباورنج؟ يعني اعطيه القوة انه يتخذ القرار، في نفس الوقت اعطيه المعلومة. هذه كيف بتصير؟ الان خليني اعطيكم مثال في هذا المجال. الان انا عادة في بلاد برا، في الناس اللي بتاجروا في الكهرباء او بيشتركوا في برامج زي هيك، يعني بده ارخص سعر للكهرباء. الان كل ساعة او نص ساعة بتجي له رسالة على الجوال تبعه او على الكمبيوتر تبعه، بتقول له ايش؟ انه سعر الكهرباء هالقد. الان لو عنده بده يغسل غسيله، بده يشغل اي، بده يشغل يقص الحشيش في البيت، بده يعمل اي شغل بده كهرباء كثير، ايش بيعمل؟ خلال فترة لما يكون السعر غالي بطفي، ولما يكون السعر منخفض بشغل. احيانا لو عنده جايب بطاريات في البيت وبشحنهم، الان بده وقت يعني وقت السعر غالي بيقدر يبيع هذه الكهرباء في البطاريات، يعني نعمل ديسشارجنج للبطاريات، يفضيها على الشبكة. طبعا عنده عداد ذكي في هذا المجال، فهو بفضي البطاريات الموجودة، وإيش بيعمل؟ ببيعها للشركة. الآن لما السعر يرخص بيقدر إيش؟ يشحن البطاريات تاني. هذه برضو إحدى الشغلات اللي. الآن هذه المعلومات وهذا الاستخدام، وهاي بخلي الكونسومر إنه صار تاجر، زبون صار تاجر، مش صار زبون عادي. Available energy saving option، هذا زي ما حكيناها مطلوب. A new infrastructure, special devices, control, etc. إذا هو بده يبيع وبده يفصل وبده يزود وبده يعمل، بده أولا communication system ممتاز وعنده، وفي بده نظام تحكم. هو مش دايم، مش ضروري يكون قاعد في البيت وقاعد ببيع وبيشتري. الآن على الجوال بيقدر يشغل ويطفي ويعمل وهو برا بيته. الآن هذا الكنترول اللي بنتكلم عنه، فأنت بتتكلم عن عالم جديد وبيختلف عن العالم اللي احنا عايشين عنه. الآن المودلينج describe problem at hand in a mathematically form. هذه أصعب إشي في عنا. عادة لو أنا بدي accurate model بدي أروح ببطل أتكلم عن just linear system، ببطل اتكلم على just continuous system، بروح لل non linear، بروح على discrete system، بروح على زي ما حكينا قبل شوية في ال uncertainty. فأنا بختلف، بدي system بيعتمد على إحصاءات بدل ما هو بيعتمد على differential equation أو difference equation عندي. فالمين المودلينج هي المين انسترومنت فور انجينير اند ساينتست تو تيست انسرز تو بروبلم، يعني انا بفحصه وبشوفه عندي. السمارت جريد مودلينج في عندي فور لايرز بنتكلم عنها في هذا المكان. اول حاجه الفيزكس اللي هي الباور جينيريشن، ترانسفورمرز، ترانسميشن لاين، اند اول انفراستراكشر اوف ديستريبيوشن اند كونسامبشن. هذا كله هيتو بنتكلم عنه في الفيزيكس. الان الفيزيكس دومين عاده بيعمل له ديسكريبشن از ويذ كونتينوس ديفرنشال ايكويشنز اند فورمولاز. كونتينوس فورمولا، يعني هذا بيعيش في عالم الايش؟ الكونتينوس. الان لما نروح للاي تي الانفورميشن تكنولوجي، بنتكلم على كوميونيكيشن، بنتكلم على كنترولر، بنتكلم على سوفت ويرز. الان هذا الدومين بتكلم على state machine, Qing theory and discrete method. بنتكلم هنا عن عالم الديسكريت، هناك بنتكلم على عالم الكونتينيوس، وهنا بنتكلم على عالم الديسكريت. في عالم الديسكريت اذا يعني اجربها لكم، في عالم الكونتينيوس بتتعاملوا مع الديفرنشال ايكويشن، بتتعاملوا مع اللابلاس دومين. في عالم الديسكريت بنتكلم على حاجه بنسميها الديفرنس ايكويشن، وبنتكلم على الزي دومين اللي هي زي ترانسفورم. الان الرولز اند بيهافير اوف ذا ماركت، اوتوماتيك ايجنتس اند كاستمرز. هذه في حاجه في المات ادفانسمنت بسموها الجيم ثيوري. الجيم ثيوري يعني هي نسبه لبلايرز. الان لما هذا لما يكون عندنا اللاعبين او الناس اللي بنتكلم عنها والحاجات اللي هاي في العشرات للعشرينات، لما نتكلم على الملايين بدنا نروح على computational math. الآن for larger order زي ما حكينا عندنا of millions of players, multi-agent platform, a numerical approach اللي بنتكلم عنه في هذا المجال. نروح للي بعده، بنتكلم على الطبقة اللي بعدها الستوكاستيك
and statistical phenomena, a statistical approach to describe them. في حاجة في الهندسة احنا بنستخدم هالوايت بوكسز ابروتش. يعني ايش هو هذا الوايت بوكس ابروتش؟ لو انا بدي اتطلع على التمبريتشر في الغرفة، هاي اسهل طريقة ان اجي اطلع على الاير ماركر اللي هو جزء تبع الهواء، واعمل وصفه حسب الكيناتيك اكويجن تبعاته، وبعدين بشوف كيف الانتر اكشن مع كل مالكيولر موجود في الغرفة عشان أشوف الموجود عندي، أعمل ماضي للغرفة ككل. طبعا هذا الابروتش أحيانا افكتيف، بس أغلب الأحيان لما نيجي تو اكسبنسيف، يعني معقد كثير. أنا مش ضروري أحصل على very accurate model and very complex model، يمكن بروح لحاجة أبسط وإيش أقل تعقيد. عشان هيك إحنا كمهندسين مثلاً في الكهرباء وفي النظم الذكية وفي الكمبيوتر إنجينيرينج نستخدم الإيش اللينير سيستمز. اللينير في الحياة فيش حاجة اسمها لينير، لينير وكونتينيوس في الحياة هذه تتكلم عن حاجات صعبة تلاقيها، بس على الرغم من هيك إحنا بنستخدمها. ليش؟ لأنها اسهل في التعامل عندي. الفيزيست ابروتش بتعمل ايش؟ يوز ذا كونسبت اوف بريشر اند جنرال جاز اكويجن وير يو هاف تمبريتشر فاليوم بريشر اند جاز كونستانت. وهذا يعني امثله كيف ان يعني الطريقتين بيختلفوا عندنا. نيجي نطلع على اكزامبل. الاكزامبل هذا بتكلم على الثيرمال سيستم ود ماركت. يعني ايش عندي؟ عندي عدد من البيوت ممكن يوصل لملايين. كل بيت في عنده input and output signal. Every house has a heating system controlled by a controller connected to an agent which is eventually connected to a price. يعني هذا مربوط بحاجة بتحكم فيه، جهاز تحكم، جهاز تحكم مربوط مع agent. الagent اللي هو برنامج أو شيء، هذا مربوط بإيش؟ بسعر. الآن لما البرايس السعر يجي يعني حسب احتياجات البيت، بيجي بيقول هذا إنه أنا بدي أشغل الهيتينج سيستم ولا بديش، السعر الموجود ملائم للتشغيل ولا لا. الآن الفيزيكس اللي عندي هذا النظام فيه كل انواع السيستم الاربعه اللي تكلمنا عليه. الفيزيكس اللي هي الثيرمال هيتنج سيستم، الاستوكاستيك هيت از لوست ثرو سام اوكيجنالي اوبن ويندو او الودر كونديشن. يعني لو انت سبت البيت مفتوح، الشباك مفتوح او باب البيت مفتوح وانت الجو عندك بارد، انت حتدفي البلد زي ما كانت العجوز اللي ساكن عندها بتقول لي لما نسيب الشباك فاتح بقول لي انا بديش ادفع فاتوره، ادفي كولورادو سبرينج اللي هي اسم المدينه. والجو في الظروف يعني الطبيعيه بتشغلش دفايات، لما الجو يبرد بتشغل دفايات، لما الجو يصير حر بدها تشغل المكيفات، يعني تسحب على الكهرباء بزيد سواء الجو صار بارد جدا او حار جدا. الآن كنترولر to the heater and to the agent over communication protocol could be described in discrete method. هاي roles and behavior domain market and the agent which is most probably learning gambling communicating with other agent etc. How to describe such a system, what's the best tool to use it. هذه من الشغلات. الآن بدنا نضيف على السيستم الجاي الحاجة غيرها. ايش هي؟ الانرجي فور ذا هيتنج سيستم كم فروم ا باور ستيشن. يعني عندك محطه كهرباء، طبعا هذا ايش بتسوي المحطه الكهرباء؟ لو الكل شغل في نفس الوقت بتختلف الدنيا. باي هيتنج يور هاوس دروينج باور كونسيومينج الكتريسيتي اند الكتريكال ميكانيكال دومين ا مالتي فيزيكس سيستم اند اور بوث. الآن لو البيوت هذه مربوطات مع بعض، يعني صار تايتلي كابلد، يعني هدول ايش لانهم مربوطين على نفس الشبكة، صار لما كله يشغل مع بعضه له تأثير، كله يسيب يعني يطفي له تأثير اللي عندي. لو هذه مربوطة بالسعر السوق ايش حتلاحظ؟ حتلاحظ يعني لو هذه فيكس برايسز انه مش حتفرق عندهم،
كله ضوى مع بعض او كله طفى مع بعض، ايش اللي بتاثر؟ هذا عندي الضغط على الشبكه، الشبكه بصير مطلوب منها توفر كهرباء كميات اعلى. عاده احنا بنتكلم عن حاجه بنسميها في العالم الكهرباء البيس الكتريسيتي. البيس الكتريسيتي اللي هي الكهرباء اللي ثابته، يعني خلال عادة الكهرباء في عندي معادلتين، معادلة بنعملها، ايش هي؟ الانتاج يساوي الاستهلاك. هذه عادة لما تصمم نظام كهرباء تصمم انه على الحد الادنى انه يكون الانتاج بيساوي الاستهلاك في هذا، هذا بنسميه البيس الكتريسيتي. الان بعدها بصير عندي الانواع اللي بضيفها لها السعر تبعها بزيد. لايش؟ لانه هذه الجنريتورز اللي انا بتكلم عليها، المحطه بضلها شغاله البيس على طول. التانيات بنسميه الباك اب سيستم، او بنسميه احيانا لما البيك الكتريسيتي، هذا بتشتغل وقت الذروه فقط، فبتلاقي التكلفه تبعتها اعلى بكتير من يعني التاني، لانه الناتج الاوتبوت تبعها مش مستمر، ولما تقسمه على الايام وعلى هدول بتلاقي بيختلف. هاي الان لو انا شابك هذه على كهرباء بتختلف حسب سعر السوق، هلاحظ خلال ثواني او ملي سكندز السعر عندي حتجي لي رسائل السعر شطح بشكل كبير، يعني بصير انه اللي جبته مش مليانه بايش؟ بشغلش الكهرباء او بشغلش الهيتر في هذا الوقت. الان لما اتكلم على الهايبريد او الهيتروجينيوس سيستم، بتكلم على ديسكريت بارت اللي عندي السيستم، في ديسكريت بارت الكنترولر، في الكونتينوس بارت هيتنج روتيتنج ماشين الكتريسيتي جريد رولز ايجنت ماركت بلايرز اند ستوكاستيك ساتش از الودر الويند people coming home and leaving. ال first option عادة عندي عدة خيارات، ها ثلاث خيارات لكيف اشتغل على السيستم. الان السيستم اللي بتكلم عليه، طب هذا كيف بدي يعني كيف بدي اعمل له موديلنج؟ عرفنا كل واحد بشيء، طب هذول مع بعض كيف بدي اشتغل معهم؟ في first option squeeze all domains into one tool specialized in one of the domain. Any programming language or simulation program. يعني هذول بدي اشوف برنامج اللي يشتغل عليهم. طبعا يمكن انتوا بكره بتاخدوا ماده بسموها ديجيتال كنترول. في ديجيتال كنترول عندي جزئيتين فيها، جزئيه اللي هي بنسميها الكونتينوس وجزئيه الديسكريت. فيش عندي حاجه بتشتغل على التنتين في نفس الوقت، يعني يا هذه بدي اعملها كونتينوس يا هذه بدي اعملها ديسكريت، يعني بدي احول واحده للثانيه. ليش هذه؟ انا عندي كل واحد يعني زي ما بيحكوها، لو عندي اربع ناس، واحد من اليابان وواحد من امريكا وواحد من بلادنا وواحد من فرنسا، وكل واحد بيتكلمش الا لغته، ونقولهم يتكلموا مع بعض ويفهموا، فيش حاجه بينهم بيعرفوا يتكلموا فيها. وهذا الاوبشن اللي بنتكلم عليه صعب، بس ممكن ايش يصير؟ تصير لغه اشاره، بيفهموا مع بعض بعض الشغلات، بس في حاجات كثير بتضيع في الطريق. الان السكند اوبشن يونيفرسال تول ذات دو ايفريثينج، يعني هذا بدي حاجه سحريه، بدي لغه اللي هي زي ما بيقولوها نظام يفهم كل لغات العالم. لحتى الان يمكن جوجل حاول يعمل ترانسليشن بس مش دائما بينجح، يعني بوصل الافكار الخطا. الان انا لو هاي، فعلى ارض الواقع فيش حاجه في السكند اوبشن. اللاست اوبشن بسميه كو سيميوليشن، which consists in combining in some way different languages and solvers which are specialized in one single domain probably be used for the next 10 to 20 years. والان الشغل كلهيته بيجي عندنا حاليا في الخيار الثالث كو سيميوليشن، يعني هذه بدي جزئيه من هان تركب مع الثانيه ويصير تقارب بينهم في هذا المجال. الان ايش بنتكلم عنه؟ مثلا عندي في برنامج اسمه اومينت بلس بلس. This is a discrete event schedule programmable in C++ made for modeling communication agent in a communication network. هذا خاص بعالم الديسكريت.
For physical phenomena with continuous equation and statistical formula are included as well, this tool is unable to perform a satisfactory simulation of the entire system. ليش؟ في عالم الكونتينوس أنا الإشارة عندي بعرفها في كل لحظة عارف إيش بيصير فيها. في عالم الديسكريت الإشارة بعرفها وقت السامبلينج. يعني كيف؟ يعني أنا في لو عندي غرفة أنا في عالم الكونتينوس أنا مراقبها 24 ساعة يعني على طول كل ثانية كل جزء من الثانية شايف إيش فيها. الآن في عالم الديسكريت أنا مثلا بطلع عليها لو عندي الإنكريمنت أو السامبلينج تايم بنسميه مثلا 5 دقائق باجي بطلع كل 5 دقائق. إذا أنا شفت كل 5 دقائق الناس الموجودين هم بقول هاي موجود. إذا خلال 5 دقائق ناس طلعت وناس دخلت وهذا راح وأجا بس أنا لما جيت في الخمس على الخمسة مثلا جيت لقيتهم موجود أنا بعتبر إنه محدش طلع وهذه المشكلة. هاي حاجة تانية في عندي مشكلة بنسميها في الإيش في السامبلينج. يعني أنا لما أحول من continuous لديسكريت. For continuous behavior within the discrete event simulator, convert into discrete step formulation which would fit into the state machine you have at hand. وهذا زي ما حكينا فيها مشكلة هاي. بس تعطيني حاجة. Using analytical and linear approaches to describe the physics domain makes modeling lossy, slow, difficult and error prone. زي ما حكينا هاي. عادة لما تتكلم على اللينير والاناليتيكال هدول يعني مش دائما بتعطينا المطلوب. في حاجات بتضيع في الطريق في هذا المجال. How to present physical model. في عندي طريقتين حاجة بنسميها causal والتانية ايش اي causal. الكازل ايش unidirectional زي ما احنا شايفين هذا في التحكم او في الكهرباء عندي unidirectional flow of information. هاي اللي عندي اتجاه واحد المعلومة بتضلها ماشية عندي هاي حتى لما عندي feedback رايح في اتجاه واحد يعني هذه بتروحش في اتجاهين. suitable for describing a transfer function for control models. هذا احنا بنستخدمه في الكهرباء بشكلها. الان لما نيجي للنوع الثاني هذا بنسميه bidirectional flow of information and is equation based. هذا الآن حتشوفوه عندنا هذا وبيستخدم وين في مادلكا. المادلكا هاي سوفتوير حنتكلم عنه لاحقا هذا الأسبوع بس هو سوفتوير بيستخدم في الموجود. هذا بيجي على شكل جرافيك أو على شكل إيش information equations اللي بنتكلم عنه. الآن نتكلم على universal tool approaches. الآن the agent oriented program such as GridLabD or Omnit++ وبنتكلم على monotelic program such as Modlica and Simscape. ايش الحاجة المشتركة بين التنتين؟ هاد use object oriented languages. هاد use object oriented languages. التنتين compile their code into executable file. يعني انا بكتب الكود وبعدين بعمل executable file عشان اشغله. كيف بيختلفوا؟ working with autonomous objects. هاد حاجات الأجسام مستقلة. هان يوز equation based model الموجود عندي هي. You prepare a model, run it again and again with different parameter and then observe the result to identify yourself which set of condition result in outcome you had in mind. يعني هذا أنا بضل نغير في البرامتر لحديت ما أشوف إيش اللي بحصل فيهم في هذا. بناخذ بريك الآن بعده بنتكلم على الماجوال مودلز إن شاء الله.